أسباب تدفعك لاستخدام متصفح بريفا. يسيطر متصفح جوجل كروم على حوالي 65-70% من حصة السوق، لكن هذا يتغير بسرعة. عليك أن تتعرف بمتصفح بريفا، ليس بسبب ادعائه بأنه أفضل متصفح وأسرع بأضعاف من نظائره، ولكن التجربة الشخصية مع هذا المتصفح كانت السبب الرئيسي في أني أطرح مميزاته التي أخفيت عن الكثير من المتصفحات. إذا كنت جديدا على بريفا فلنتحدث سريعا عن هذا الموضوع ولماذا يكتسب شعبيته بهذه السرعة. بريفا متصفح يركز على الخصوصية وأسرع وأكثر كفاءة من المتصفحات الأخرى. إنه مجاني ومفتوح المصدر، وأكثر ما يميزه أنه خال من الإعلانات، ويقول مطوره إنه يقوم بحظر جميع متتبعات مواقع الويب، كما أنه يحسن خصوصيتنا عبر الإنترنت من خلال مشاركة بيانات وإعلانات أقل بكثير. كما يقوم مطوره بتنفيذ واختبار نموذج جديد يساعد المستخدمين والمبدعين على التفاعل مع بعضهم البعض بطريقة أوثق وأكثر شفافية. لذا سنجري مقارنة بسيطة مع أكثر المتصفحات شعبية، وهو متصفح كروم. على الرغم من أن جوجل كروم المتصفح الأكثر شيوعاً، إلا أنه ليس أسرع متصفح موجود. ومن المثير للدهشة أن بريفا هو أحد المتصفحات القليلة التي استطاعت الإطاحة بكروم على مقياس السرعة. تم تطوير هذا المتصفح من قبل المؤسس المشارك بموزيلا ومؤسس الجافا سكريبت براند إخ، لذلك يشترك متصفح بريفا في عدد من أوجه التشابه مع فايرفوكس. واحدة من أوجه التشابه هذه هي سرعة الاتصال، وبعد عدة إحصائيات أثبت أن بريفا أسرع بمرتين من جوجل كروم على سطح المكتب، وما يصل إلى 8 مرات أسرع على منصات الأجهزة المحمولة، وهذا أيضا بتجربتي الخاصة. لذلك إذا كانت السرعة هي ما تبحث عنه فإن بريفا هو بلا شك الخيار الأفضل. 2. الخصوصية. لقد أفسد تاريخ جوجل في انتهاك الخصوصية سمعة الشركة، حيث يعتقد أن كروم هو أداة التجسس على المستخدمين التي تستخدمها الشركة لجمع معلومات المستخدمين الخاصة، بغض النظر إذا كانت الغايات لتحسين البحث أو للاستغلال بطريقة أو بأخرى. وبالتالي في هذه النقطة من الصحيح القول أن كروم أقل اهتماما بخصوصية المستخدمين. من ناحية أخرى، يشتهر بريفا بإعداد حماية الخصوصية المتين مصمم بشكل فريد لحظر جميع برامج التتبع وملفات تعريف الارتباط المسمى كوكيز والإعلانات التابعة لجهات أخرى. وفي الواقع يحتوي المتصفح على اتفاقية أمان مع The Onion Router أو بمسمى تور لإنشاء نافذة خاصة لمستخدميها لتعزيز خصوصيتهم على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك يجرى تخزين بيانات المستخدم على جهاز الفرد وليس على خوادم بريفا. بهذه الطريقة لا يمكن الوصول إلى بياناتك الخاصة أو استردادها إلا من دليلك المحلي. 3. إدارة البيانات. يعد كل من كروم وبريفا جيدا جدا في مجال إدارة البيانات، ومع ذلك فإن وظيفة حظر الإعلانات لمتصفح بريفا تمنحه الصدارة بامتياز من خلال منع الإعلانات غير المرغوب فيها من المصدر مباشرة، مما يمكنك من توفير عدد كبير من البيانات أو حتى الجيجا بايت من البيانات. لذلك إذا كنت تبحث عن الاستخدام الأمثل لخطة البيانات الخاصة بك فإن بريفا هو أفضل رهان دون شك. 4. الأمان على الإنترنت. الإنترنت مليء بجميع أنواع البرامج الضارة وبرامج التجسس مثل الفدية وأرسنة الطروادة ومن بين المحتويات الضارة الأخرى، وعلى الرغم من أن جميع المتصفحات القياسية لديها إجراءات وقائية مطبقة فغالبا ما توجد ثغرات يمكن للمخترقين استغلالها بسهولة. وبالتالي للحماية بشكل آمن من هجوم البرامج الضارة يقدم متصفح بريفا أحد أفضل الأنظمة التي يمكن الحصول عليها. يستضيف المتصفح أداة مخصصة لحظر البرامج الضارة وأداة لمنع اختطاف الجلسة من المتصفح، وأيضا عند الضرورة يقوم المتصفح بترقية مواقع الـ HTTP إلى HTTPS وهو البروتوكول الآمن أو بروتوكول نقل نص التشعب الآمن لتأمين اتصالك بمثل هذه المواقع. وبالرغم من أن متصفح بريفا ليس شائعا مثل جوجل كروم وأنه غير معروف نسبيا لعدد كبير من الأشخاص، لكن بمجرد التبديل إلى متصفح بريفا سوف تستمتع بالتجربة الفريدة التي يقدمها، وما يوفر لك من سرعة أفضل وأمان محسن وحماية أكبر للخصوصية على الإنترنت. لذلك كن شجاعا ولا تتردد في التبديل.